عليهم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم طلاب الصف الأول الثانوي دفعة 2025 مع إعراب بعض الجمل من درس قيم اجتماعية. الجملة الأولى: كان العرب يعيشون في الجاهلية قبائل متنابذة. كان فعل ناسخ مبنى على الفتح، العرب اسم كان مرفوع علامة رفع الضمة، يعيشون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة، واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب خبر كان. في حرف جر: الجاهلية اسم مجرور، قبائل حال منصوب وعلامة نصب الفتحة الواحدة لأن ممنوع من الصرف صيغة منتهى الجموع، ومتنابذة نعت منصوب وعلامة نصب الفتحة. كيف كان العرب يعيشون في الجاهلية قبائل، عشان كده عربنا قبائل حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الواحدة لأن ممنوع من الصرف صيغة منتهى الجموع. كان أول ما وضع الإسلام لإحكام هذه الرابطة أن نقل حق الأخذ بالصقر من القبيلة إلى الدولة. كان فعل ماضي ناسخ مبنى على الفتح، أول خبر كان منصوب وعلامة نصب الفتحة، الاسم كان المصدر المؤول، نقل حق الأخذ بالصقر لإحكام، ما اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه، وضعه وضع فعل ماضي مبني على الفتح والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، والإسلام فاعل، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. لإحكام اللام حرف جر وتعليل مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. إحكام اسم مجرور، هذه اسم إشارة مبني في محل جر مضاف إليه، رابطة بدل مطابق مجرور وعلامة جره الكسر. من القبيلة، القبيلة اسم مجرور، إلى الدولة اسم مجرور. يبقى كان نقل حق الأخذ بالصقر أول ما وضع الإسلام لإحكام هذه الرابطة، يبقى المصدر المؤول في محل رفع اسم كان مؤخر. الجملة الثالثة: أخذ الإسلام يرسي القواعد الاجتماعية لهذه الأمة. أخذ فعل ماضي مبنى على الفتح وهو فعل من أفعال الشروع، الإسلام اسم أخذ مرفوع علامة رفعه الضمة، يرسي مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، والفعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الإسلام، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب خبر أخذ، القواعد مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة، الاجتماعية نعت منصوب علامة نصب الفتحة. لهذه اللام حرف جر مبني لمحل لام الإعراب، هذه اسم إشارة مبني في محل جر اسم مجرور، الأمة بدل مطابق مجرور وعلامة جره الكسرة. قد كفل الإسلام حقوق المرأة، فما منظم حقوق المرأة إلا الإسلام. اللام حرف مبني على الفتح لمحل لام الإعراب، قد حرف تحقيق مبنى على السكون لمحل له من الإعراب، كفل فعل ماضي مبنى على الفتح، الإسلام فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، حقوق مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة، المرأة مضاف إليه. ما منظم حقوق المرأة إلا الإسلام، يبقى منظم ما نافية مبنية لمحل له من الإعراب، منظم مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، حقوق وطبعا منظم اسم فاعل ولكنه غير منون فيكون غير عامل، حقوق مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة، المرأة مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة، إلا أداة استثناء مهملة لمحل لها من الإعراب، الإسلام خبر مرفوع علامة رفع الضمة. جملة أخرى: والإسلام راع حقوق الإنسان ومحترمها في الدين نفسه. الإسلام مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، راع خبر مرفوع علامة رفع الضمة واسم فاعل وحذف منه حرف العلة يكون عامل، يبقى حقوق مفعول به لاسم الفاعل منصوب علامة نصبه الفتحة، وكأن الكلام الإسلام يرى حقوق الإنسان، الإنسان مضاف إليه
الواو حرف عطف مبني لمحل لوم الإعراب محترم، اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، في حرف جر مبني لمحل لوم الإعراب، الدين اسم مجرور نفسه نفس توكيد توكيد معنوي مجرور علامة جر الكسرة، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. جملة أخرى، الإسلام دين سلام للبشرية، الإسلام مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، دين خبر مرفوع علامة رفع الضمة، سلام المضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة، للبشرية اللام حرف جر، والبشرية اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. كفل للناس حريتهم، كفل فعل ماضي مبنى على الفتح، والفعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الإسلام، للناس اللام حرف جر، والناس اسم مجرور وعلامة جر الكسرة، حريتهم يبقى كفل الحرية للناس، يبقى حريتهم مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح. كأنه أراد وحدة النوع الإنساني، كأن حرف تشبيه ونصب مبنى على الفتح لمحل لوم الإعراب، الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب اسم كأن، أراد فعل ماضي مبنى على الفتح، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، فعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر كأن، وحدة مفعول به، النوع مضاف إليه الإنساني نعت مجرور وعلامة جره الكسرة، وحدة المطابق منصوب علامة نصب الفتحة، يعم فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، العدل فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب نعت. يبقى الجملة الفعلية جملة فعلية في محل نصب نعت، العدل فاعل، الرخاء الواو حرف عطف، والرخاء اسم معطوف، الواو حرف عطف مبني لمحل لوم الإعراب، السلام اسم معطوف مرفوع علامة رفع الضمة. أتمنى إن شاء الله تكون استفدت معايا، لو عجبك الفيديو إعجاب وشارك الفيديو مع زملائك، وانتظرنا في القادم إن شاء الله.